بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الفرات، هلا ومليار هلا بكم في أمسية جديدة وحلقة جديدة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتوا بألف ألف ألف خير إن شاء الله. جعل الله كل أيامنا وأيامكم أعياد وأفراح وسعادة وحفظ. تحية كبيرة لكل قواتنا الأمنية أينما كانوا، جيش، شرطة، حشد، كل مفاصل قواتنا الأمنية. خاف ديش المرة واحد من جماعة السكك آت عم السكك، كل موظفيكم كل عام وأنتم بقوة. هاي الطيران مال النقل المدني، هم الخطوط الجوية العراقية، بعد بالله يا كلكم، ما كل عراق، أما العراقيين خارج العراق ونقول لهم كل عام أنتم بخير، أيامكم سعيدة إن شاء الله وربي يحفظكم. في حلقة من برنامج أجر الرزق راح نستمر وياكم طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وبعدين هو البرنامج مستمر كل خميس الساعة 9 وهي أيام العيد كل يوم الساعة 9 أربع حلقات إن شاء الله، ونستمر وياكم الخميس الجاي وكل خميس نلتقي. الاشتراك بالبرنامج عن طريق هذا الرقم اللي راح يظهر أمامكم، إذا المخرج الله والله في عم المخرج، هذا الرقم عن طريق التليجرام فقط، التليجرام لا واتساب لا اتصال مباشر، ترسل رسالة بها اسمك الثلاثي فقط، بس اسمك الثلاثي ودز، سواء دز 50 5 وحدة هي وحدة، فمرات واحد يقول والله دزيتكم 60 رسالة، لا. إذا نرجع الجو العيد، كل عام وأنتوا بألف ألف خير. هواية أنا سمعت من أقلب بالفيس ناس زعلانة، يعني قصدي يقول والله أنا ما عيد، ربما فقد العزيز، وهذا حق طبعا، العزيز لا ينسى ولا يعوض، لكن العيد ووجد العيد مو يعني إظهار الفرح والهو، لا لا مو شرط يعني زين. هو المتوفى رحمه الله ما يريد عيدية، عيدية المتوفى من يجي أنت عندك فاقد عزيز. يعني أنا قبل أسبوع 40 أخوي الله يرحمه يرحم أمواتكم أجمعين، يعني يوم الصبح من يجون الناس ما يقرون الفاتحة، هي عيدية المتوفى. أنت ما سويت جبتها بالطبل والمزمار وها، لا لا، والعيد هو مو هالشكل. العيد أنه نحيي بعضنا، نهني بعضنا بهذه المناسبة اللي جت ورا فريضة عظيمة. تحية كبيرة لكل حجاجنا في بيت الله الحرام، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعودوا غانمين سالمين وحجا مقبول ومبرور إن شاء الله، وسعيهم مشكور جميعا، ربي يحفظكم إن شاء الله. لذلك إحنا لازم حتى العدة قلت ألم يدوس عليه ويسلم على الوادم. ابتسم ابتسم فهذا هو العيد، ضمد جراحا ربما يغنيك تضميد، أظهر سرورا فلا يغلبك تنكيد. لا تظل حاصر روحك ساد بابك، والله المرحوم الطيب يزله عيدية من تلتقي بالناس. أول متصل ويانا عبد العزيز. عبد العزيز ألو، ما ملتهي عبد، احتمال ياكل كليج. إيه عبد العزيز خوي، أنت بالسيارة بالشارع جاي اسمع صوت قرآن، معناها لو بالسيارة لو بالبيت ماشيح. ألو ألو هاي ألو عبد العزيز. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيامك سعيدة، كل عام بخير. عام بخير، صحة وسلامة للعايدين. اللهم ربي يحفظك. يا الله الجميع يحفظ العراق إن شاء الله. بارك الله بيك عبد العزيز. من يا محافظة؟ من نجد. أهلا أهلا بالنجف. وين؟ منين بالنجف؟ والله من حي الرحمة. حي الرحمة، تحية لكل أهل حي الرحمة وكل أحياء النجف وين ما كانوا. طبعا عدد أصدقاء بالنجف هسه دا أحسبهم منا باكر يقعد ديك وما يخلصون، وأذن أذان المغرب باكر وأجيكم أقدم حلقة وما يخلصون. تحية لكل أصدقائي بالنجف. عبد العزيز نتوكل على الله ونبدأ بأول أسئلة. يلا يلا خذ لك عيدية زينة وتوكل على الله. السؤال الأول. نعم. إحدى هذه الدول لديها أو لها حدود مشتركة مع العراق، السعودية، لبنان، المغرب. بينه هاي 50 اللي فجتك كفيلك الله، بس القفة بس القفة الخمس. إيه هاي صح 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 صح، روح حط الخمسين بجيبك يا حبيبي.
حط ال 50 بجيبك. يا الله شنو بدايه كلش قويه. الحمد لله. اي شغلتنا كلش اليوم مخطره. يا ستار الله اذا قلك الملاش احنا بندخل الملاش امورة اللاص. يلا الملاش موجود يعني للملاش ايدك حار بحار قبل. استلم عيني. السؤال الثاني. نعم. كم يبلغ عدد الدقائق في الساعة؟ لا لا السؤال هذا والله السؤال هذا صدق كذي 50 60 70 قول 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 60 قول 70 بين بين اي قابل ساحة النجف تختلف. روح حاجتك 50,000 مرة ثانية روح خالي صار عندك 100,000. ايش قد صار رصيدك؟ ايش قد صار رصيدك عبد العزيز؟ تحسب وياي لو تيهل خويا ايش قد صار عندك؟ اه ننسى 100 100 هس عندك 100 عندك 100,000. نعم يلا تعال تعال وياي على المرحلة الثانية. هاي خالي المرحلة الثقيلة ام الميات. شد حيلك عبد العزيز وانت اول متصل واحد بالعيد ولا تكسر واهسنا. يا الله. ما هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الاوروبي؟ عم شنو الاسئلة هذه؟ اليورو الدولار الفرنك. اليورو. صح 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 والله صح والله صحيح اليورو. شوف عبد العزيز. نعم. هسه انت عندك 100,000 وجدتك هاي بعد ال 100,000 الثانيه صار بالجوزدان مالتك ايش قد؟ 200,000. 200 يعني ال 200 يراد لهن بعد يراد لهن قليلات 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 بعد خلي خلي شويه خلي نسوي لنا بعد بعد شويه. يلا يلا مركز انا اخوك هذا السؤال بلكي بلكي نتعاون انا وياك علي. يلا انت خريج جيش لو ما مكمل مدرسه لو مبطل لو زعلان؟ والله خريج من سنه 98 كليه عبد العزيز. نعم. انت موظف كاسب شنو؟ والله كاسب. كاسب خير وبركه خوش شغله تشلب بيها لا تعوف ان شاء الله. نعم. تكسب رضا الله وعباده. نعم. السؤال يقول يا بشوف. نعم. السؤال دباوع على دباوع على قبالك كله ارقام. كم يبلغ عدد الاعمال المسرحيه لشيكسبير؟ 27 39 28. ادري هسه هو عبد العزيز يوليوس قيصر شلة شغله يا قيصر شلة شغله بالله والله ما ادري. اعمال شيكسبير من يا عمام هو شيكسبير اول مره؟ ها 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 هذه هي 39 ها ها هيج قلتها عليك. يلا لو عندك معلومة لو واحد قال لك. لا والله انا قلت 39. عمي شنو انت بكسر 300,000 بجيبك؟ صح صح صح. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اعمال شكسبير هوايه هوايه. الملك لير، هاملت، عطيل، مكبث، ريتشارد الثالث، اوديب ملكه، تاجر البندقيه. ها عيني؟ اي والله تاجر البندقيه. نعم تاجر البندقيه. وين من ابو سوفوكلس؟ دقيقه المخرج. اي شكسبير. انا هاملت وعطيل ومكبث كلش يعني احبهم خوش ولد اوادم. اي وين اهل الديوانيه؟ عندنا فدعه عم الديوانيه تسوي شكسبير ونخلص. يلا هسه عندك 300,000 عبد العزيز. نعم. نعم. وانت عزيز عبد العزيز. نعم عبد العزيز اسمعك اسمعك وياك. نعم هاي نعم لو تقول ها. لا لا نعم نعم. شوف راح اقول لك فد شغله وخذها من عمك. تصبح باكر بسوق الحديقه لو بسوق النجف هذا اليوم ساعه ثوره العشرين. اي نعم. بال 300 لو تروح وياي السؤال المشروع. والله انا رجل قيوح نفس الاشبيه. اه والله والله تعال خلينا نروح للمشروع. لا 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 احنا فيها حلوه يا معود. تعال حلوه هاي عيديه حلوه جدا حلوه يا بن علي الشيطان. تعال سؤال المشروع. هاي بناتي يمي ثلاثه كل وحده بالعافيه بالعافيه عليك 300,000. شكرا عبد العزيز. شكرا شكرا. روح روح عبد العزيز بالعافيه عليك ربي يحفظك ان شاء الله. هاي اول 300,000 اويلي هسه هسه انطونا بعد متصل. طبعا اخوان
تشوفوني اني كلش دقيق وماكو مساعده، ماكو مساعده، خاب تقول راح ماكو مساعده. الملاش موجود، الملاش موجود بالكنترول، فماكو مساعده اخوان. ارجوكم السؤال تجاوبه تجاوبه، ما تجاوبه ما مشكلتك، اقطع الاتصال طول متصل. قيصر احمد المولى، احمد احمد علي احمد علي احمد علي احمد علي احمد 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 علي كلاي، هذاك محمد علي كلاي. احمد من الو، شنو 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 من اقول شنو؟ تعال حمودي، تعال حبيبي تعال، اول مره اهدئ اهدئ ركز. انت منين؟ الو الو، اسمعك حموده حبيبي، انتبه لي وركز وياي. انت من يا محافظه؟ نعم رياض. نعم وياي، من يا محافظه؟ من الميسان. يعني من العماره، حي الله العماره وهالميسان. عنده طلب صغير حمود، هيك هالكبرات بقد الحمصايه فدوه. نصيحتك تعوف التلفزيون وتطلع لي للطرمه، لو تطلع لي بالمطبخ، لو تصعد يم الراوتر. طيتك ثلاث خيارات. وين راح تروح؟ طلع لي، تعال 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 يمي تعال، حتى اسمعك عوف التلفزيون خليهم يتفرجون عليه. تعال لي تعال لي حبيبي تعال، تعال يا عمري. ها جيت؟ جيت. هاي شنو احمد؟ شنو هذا زيان العيد يخبل عمي؟ هاي وين مزين؟ الو ها احمد تسمعني؟ اسمعك اسمعك. اقول لك هذا زيان العيد حلو، وين مزين؟ حلو زيانك؟ الحلاق. طبعا الحداد، طبعا الحلاق يا احمد، بس يعني حلو عاشت ايدك هاي القصه الحلوه. نتمنى طبعا انا ما اشوفها بس اتوقعها، ما دام ابن العماره يعني زيان حلو ومرتب، مو من هذا البيتشي لو هذا هيك ابو الطرمه، يعني عاشت ايدك. يلا نبدا على بركه الله ابو شهاب. يقول السؤال هذا انه 50,000 القفن قبل ما يطيرن والملاتش هنا، دير بالك ترى ماكو مساعدات اليوم كفيلك، يا دير بالك ماكو، هو اكو بس ماكو، ماكو مساعدات، ماكو ماكو بيني وبينك اكو. ها بعد انت مساعدتك يا عمي، لا تشهرنا، لا تقول مساعده، قول اي اوكي ان شاء الله. يلا يلا ركز ركز وياي. من ادوات الحداد هسه ذكرناه سبحان الله بن حلال، المنشار، الطبر يا ستار يا ربي، المطرقه يعني تشاكوتش، يعني تشاكوتش ها، يعني تشاكوتش صح، تشاهون اكو تشاكوتش، مطرقه مطرقه صح 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 صح. هاي 50,000 اشتري بها تشاكو، يعني حطها بجيبك، حطها بجيبك، خلها بجيبك حمودي. حطيتها حطيتها، دير بالك من هذا الميل حلي يفتر وراك. هذا صغير، هذا هذا شو يصير منك؟ هذا 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 شو يصير اخوك؟ اقول له وخر، لا يبوق ال 50 وخر منك، بس انت بتحصل ايه، بس مو معناها ما تطيع ايديه متحصل الفلوس، لا تطيع ايديه. تعال للسؤال الثاني حمودي، انت سعدك قيد 50,000. نوع من انواع المصارعه الأولمبية، الخشنة، الفائقة، الحرة. ماكو مساعدة، ماكو مساعدة. الخشنة ها، الخشنة ها، الخشنة، الفائقة، الحرة. ماكو مساعدة، الحرة ها، هي تلبيها 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 صح 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 صح. الحرة الحرة، عافية عليك عافية. قبل لا يطلع السؤال انت جاوبت، تعجبني خارج زين عمي، انت ما دام بديتها بشاكوتش راح تخلصها مصارعه. هسه ايش قد صار عندك حمودي؟ 100,000. 100,000 بس هذا الصغير انا ما مرتاح لليمك، هذا الميلح دير بالك من عده. هذا شو اسمه؟ شو اسمه هو؟ مؤمل اسمه. عمو عمو لحب انا عدي، انا هم مؤمل بالبيت شارع قلبي، تحياتنا الى ابني، ياكل ياكل ينام كفيلك الله برودك. شو ما اقول على ابو حاره ابويا ما نقدر نشتغل. عمولة حبيبي من يستلم احمد يعطيك عيدي ان شاء الله. يلا حبيبي يلا تعال، صار عندك ايش قد هسه؟ 100,000. 100,000 تعال تعال حبيبي، اقمز على المرحلة الثانية واخمط لك بعد 100. اجت طايرة طايرة بالهواء سوى هالشكل، وسؤالها سهل، شي يقول؟ وسؤالها هم عراقي، من هو اول ملوك الامبراطورية البابلية؟ حمورابي، سرجون الاكدي، سنحاريب، قيصر المخرم. لا لا ماكو قيصر، حمورابي. الله صح صح صح
صح من لبني عديك اظل اسوي صح حمرابي حمرابي ابو المسله. اقول لك احمد هي مسله حمرابي وين حسب معلوماتك؟ بالحله. بالحله حفيه هاي مملكته بالحله بس المسله سلم عليك باللوفر. يلا هاي 100,000 هاي 100,000 ايش قد صار عندنا حمودي؟ 200,000 بس هذا ما مرتاح الان هذا الواقف يمك هذا كلش ما مرتاح. دير بالك من عندك هاي اي ابوي. نجي للسؤال الثالث هسه حتى صفط لك 300 وتحطهن بجويبك وباكر من غبشه للسوق وتاخذ هذا اللي ملح وياك تشتري له هديه. يقول نوع من انواع ال هلا هلا انا لا يصخلوص مطيك السؤال هذا مكان السؤال هذا كفيلك الله مطيك السؤال الثاني بالمرحله الثانيه سؤال ثاني بالمرحله الاولى وعلي يا احمد انت غلبتني بختك غلب على بختي وجدتك هاي المية بدون سؤال صار عندك 300,000 تتدلل انت. شور بينا هذا الميلح شور بينا هذا الميلح اليوم احمد هم راح اعرض عليك نعم هم راح اعرض عليك نفس القضيه تريد تاخذ ال 300,000 تريد تروح وياي السؤال المشروع اخذ ال 300,000 احمد تعال السؤال المشروع اخذ ال 300 العيديه بعد مختار كان يعني ما تروح السؤال خاف يقولون يابا ماكو سؤال مشروع لا اكو سؤال مشروع بس يروح عن ترى بسؤال المشروع لان توقيت وعشر ثواني ويرجع ال 100,000 وبعدين يروح عن كيف فانت هسه حبيبي حط ال 300,000 وتوكل على الله ابن ميسان. شكرا لك يا احمد يا خالد مشكورين شكرا حبيبي ربي يحفظكم ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام يابا والله افتهمت فاصل عم دخي مخرج المخرج رب العمل العفو استاذ قيصر اخوان ساعة مرتضى كفيلكم الله ما ساعة مكسورة ساعة مرتضى المصور ومرتضى ايش قال لي كفيلكم الله قال عم رحومي فدوة من تخلص الساعة ما اطب البيت اذا ساعة مو عندي انا ايش قلت له؟ قلت له كفيلك الله اني ما اطب البيت والساعة عندي لعب منين لك من الطاق اياها فاصل ونجيكم الشمال إلى الجنوب رح نلتقيكم في برنامجنا اللي رح يستمر طيلة أيام عيد الأضحى المبارك لك يا عم اشرب قهوتنا قل منور حارتنا لا لا أنا بالواقع قليل أحكي زين هسه تشوفني 24 ساعة لك عيون استكان شاي الله يخليك شكرا دايم بعد ضربي شخص واحد يعني أقول لك زوجتي صاحبي أقول لك صاحبي زوجتي أسباب اللي خلتك تاخذ شخصية حنونو أو اللي عجبك بهاي الشخصية؟ مو أنا اللي أخذت شخصية حنونو هي كلفني بها الكبير علي فاضل. عانيت لما كان وزنك يعني
كبير كبير طبعا ويعني يتنمرون عليك الناس كانوا اي والله يتنمرون علي الناس والله هذا اللي يقول لبة غاز هذا اللي يقول كنتور بست بوم هسه الحمد لله والشكر احنا سنه ما شاء الله شفنا اكو قفزات حلوه بالدراما العراقيه اذا استمرينا بهذا العطاء راح نقدر ننافس غير الدول الخليجيه والدول العربيه بالدراما كل الانواع خلي بيها الباقله اخلي الاطلوع اخلي العبور سويتي لي انت عارف امشي ليش بنت مو عيني صارت ابوذيه جواب الله الله بس انا اصلا رجعنا لكم مشاهدي الكرام برنامج أجر رزق من قناة الفرات. طبعاً تورطت سويت إيه هالشكل الملاش رأس نقار طحومة حارة قلت له لا استاهل لا أنا هيك يعني لا بس بالعكس ثلج والله العليم يعني أنا قلت ثلج والله أعلم هي صار ثلج يعني ربي يحفظكم إن شاء الله أخوان الله يحفظكم وأنا قلت لكم بالبداية اللي ضيج خلقه العيد ما له ذنب صديقك من يجيك الصبح يغبش عليك كان معبس بوجهه والله أنا راحة وهل عيد احنا هن كلها متروسة المقابر ما شاء الله فإذا نبقى راحة وهل عيد الحياة للحي فابتسم فهذا هو العيد ضمد جراحا ربما يغنيك تضميد أظهر سرورا فلن يغلبك تنكيد إذا ظل نكيد وهذه لن يرجع الميت وقلنا الميت هم يريد له عيدية شنو عيديته من يجيك واحد الله يسعدك رحوم شلونك الله يرحم أخوك الله يرحمهم هاي عيدية الميت كفيلكم الله أو يقرأ الفاتحة أو يدعي له هو هاي إذا أنت ساد بابك شا ميتك من يدعي له هاي تروح له بالمقبرة اليوم تفور ذبلة دبة ماي وترجع ترى ماك غيرها وتجي والله المقبرة ما تنطب يا جال من رايح فبالبيت كل شيء بالبيت هاي رش المي مي الورد الله سبحانه وتعالى الدعاء القرآن الصلاة لأن أمواتنا تفيدهم أما سد بابك وتدلغم وجهك ما صح أمواتنا أعزاز يعني لفقد أخ أب أم صديق تفقد زوجة تفقد أخوها عزيز المتوى عزيز ما ينسى بسرعة لكن هاي الدنيا خلي عايشين ويانا بذكراهم الطيب ربي يحفظكم إن شاء الله منو عدنا بالمناسبة شغلة هم كلش صغيرون هلكم خلنا نخلص من محمد كريم وارجع لكم محمد كريم حلو محمد. السلام عليكم حلو. عليكم السلام هلا محمد حلو عجبني دخولك محمد داخل بقوة ومسيطر صوتك قوي قرارك يخبل الاندفاع الأحبال الصوتية يعني عجبني يعني ممتاز الاسم بالخير الحمد لله على السلامة فدوى روحك الله يسلمك وانت بألف يعود عليك بالخير والعافية الله يحفظك يا حبيبي والصحة والسلامة وكل المبدعين وكل المخرجين من هذا البرنامج رحم الله والديك عمو أشكرك يا حبيبي فدوى روح لك ربي يحفظك إن شاء الله ويسلمك وعيدك مبارك والله يحفظك ويحفظ هو هذا الحكي اللي نقول عليه هو هذا الكلام الحلو من يا محافظة عمو الغالي من يا محافظة عمو من بغداد من مدينة الصدر يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بأهل مدينة الصدر قطاعا قطاع ومنطقة منطقة ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير احنا اكثر متصلين مدينة الصدر ما شاء الله ربي يحفظكم الاسم بالخير انا اسمي محمد كريم الهاشمي محمد كريم الهاشمي ربي يحفظك محمد اليوم الصبح جوكم خطار ان شاء الله اي والله عمو حضور الوالد يا الله ربي يحفظ الوالد قد حلوة جاية العالم والله حلوة لطيفة محمد هم أكو واحد زعلان منكم هو أنتم زعلانين منه باليوم صار ود صار هيك يعني سلام وكلام والله يا عم احنا مو انبياء ها لازم ما طول احنا ما طول نتواصل بالعالم
لازم اكو زعل، اللي ما يزعل من عندنا كلمة العتة تنحكي يزعل من عتها، ما يريد عدله يا عمو. اي والله عم مشكلة، بس الناس الخيرة والطيبة حتى لو عنده شوية حسكها بقلبه قلت لنا بأيامكم سعيدة يروحن، صدقني يروحن يروحن، العراقيين طيبين عندهم فد مو مشكلة، هي هاي سمة يعني سمة من الله انطاهم اياه، يزعل منا وماكو اطيب من العراق، ماكو احلى من العراق، رحم الله والديك بارك الله بيك يا احمد، من العراقيين احنا ابسط الامور هسه من هاي الايام اللي راح تجينا محرم. نعم هاي الكعبة المكرمة الجيت الجيت اقل 3 ملايين اقل 3 اقل 3 ملايين 40 مليون وبيها زيادة هو بس بس المشاية بس المشاية طلعوا من مدينة الصدر أكثر من 3 ملايين بس مدينة الصدر من 50 ولاية عراقية رب يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظ العالم. يلا أبو جاسم يلا أبو جاسم خلينا نبدأ على بركة الله. أي يا الله شلون جبت لك أسئلة من لبلبات ويخبلن على كيفك يا رحمة الوالد. لا 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 ما ورانا شيء على كيفنا وعندنا وقت بعد وساعة مرتضى هم عندي أمشي عليها ربي. محمد ايش تشتغل؟ انا كاتب والله. يا خوش ربي يحفظك ان شاء الله تحسب رضا الله عباد. لا لا ان شاء الله لك شغله مالك شغله اطمئن يا عمك الامور زينه الامور زينه بس انت باوع لا تقول ساعدني لان الملاج موجود. ربي البركه ان شاء الله. لا عوف الملاج ايده والصونده مالك شغله خليك يمي ومالك مساعد انت انتبه لاشارتي نسوي لك يعني هيك يعني هي اتفقنا؟ ان شاء الله يا عم. السؤال الاول احدى هذه الالعاب يتم فيها استخدام المضرب كرة الطائرة التنس كرة القدم ما. لا التنس تنس صح 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 التنس هاي 50,000 حطها بجيبك حطت احنا اللي نعطيها ما ترجع بعد هاي حاله برنامجنا تطلع ما ترجع بعد نخلي فوقها بعد تعال تعال على السؤال الثاني ماذا يطلق على الممثل المشهور قمر نجم هلال لا نجم نجم صح 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 100,000 100,000 عندك صار يا محمد وتحية لكل نجوم العراق فنانين الكبار وساتذتنا ربي يحفظهم إن شاء الله وأيامهم سعيدة يحفظ الموجودين ويرحم الراحلين عنا أنا مصطفى مصطفى قلب علي وصار نجم بعد ما يجي صور هاي الحالة يا يحبك هو عمو ويحبك دائما يدعي لك بالبرنامج مصطفى خير الله يرجع عمو رحومي بس يا عمو أنا بالبرنامج ما ارتاح له ما يعني الولد هذا عذبني أجيبه منه يطلع لي منه ويوم يمسوي المشكلة ويوم يصير طلابه ساعة والكونترول ساعة وبالاستعلامات ساعة والحمايات يروح للشرطة يتعرف يروح للبنغالي يتعرف يلا هسا عندنا ايش قد صار عندنا والله عمي ما بعتك انت يمكن 100,000 مو يمكن 100,000 100,000 وتشلب بيها 100,000 صار عندك 100,000 تعال تعال على المرحلة الثانية الدسمة الدسمة الامبير اويلي الامبير اويلي هذا الاسم السوى بينا شوغنا الشوغ يا محمد لوعنا تلوع يا محمد الامبير الامبير ثار بيناتنا وبينك كفيلك الله هذا الامبير السوى بينا اي الامبير هي وحده قياس التيار الكهربائي مقاومه الاجسام ضغط الهواء تيار الكهربائي تيار الكهربائي صح 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 هاي ما يراد لها لان هذا مش شالع قلوبنا مستر امبير هالي هسه صار عندك 200,000 رسمي يا الله رسمي 200,000 عندك واحنا قلنا ان نعطيها ما ترجع الا بالاخير بعد وبقت بكيفك عندنا هسه سؤال يعني تقريبا ادبي فني انت قلت لي كاسب هم قاري شي قصه روايه مسرحيه الله يا عم ما قار ما قار ما عوف 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 تعال 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 خلينا نسمع هذا السؤال السؤال يقول التراجيديا هي
الملحمة، المأساة، القصة. هاي شنو من السؤال هذا؟ يا عمي التراجيديا موجودة بذن ثلاثة كفيلكم الله. يعني قصة ما بيها تراجيديا، ملحمة ما بيها تراجيديا، مأساة ما بيها تراجيديا. هذا يا اللي مسوي السؤال بالقصة. من رخصتك عوف دقيقة أريد أشوف هذا الكاتب للسؤال. يعني مثل واحد يقول لك الملح بالتمن بالمرقة بالدولمة، وين يحطون الملح؟ بيهن كلهن بالمرقة وبالتمن وبالدولمة بيهن كلهن. فالتراجيديا يا عم موجودة بذن كلهن. راح نعتبر لك السؤال خالص صح وواقع هذا جو الفراش، وارجوك وخليها بوجه عمك ومسحها بوجهك. الله يحفظك يا عم، عاشت ايدك محمد. هسه عندك 300,000، تعال لعشر ثواني اسولف وياك شويه. انت وين واقف؟ وين واقف؟ انا مقابله جاي ابو علي. والله ما وقفت يا عم. وانا ما امكت رحم الله والديك. واقف على راسه والله. بدور عليك. حاره يمك اشوفك. شو حاره؟ شنو السالفه؟ كهرباء مزينه؟ لا طافيه عندنا الكهرباء. اي طافي. اريد عراقي هسه خابره ويقول له عندنا كهرباء. لا حد يقولون احنا هذا الصيف سيكون صحيح. والله من قالوا هذا الصيف سيختلف عن باقي ما صحيح اختلف يا باختلاف. هذا الصيف حقيقة يعني فد اختلاف مو طبيعي. انقطعت هواية الكهرباء، تروح هواية الكهرباء، حارة هواية الدنيا. اللهم ربي يجيرنا عذاب جهنم. شكرا ابو جاسم. ما تروح ويا السؤال المشروع؟ تروح لو ما تروح؟ تروح ما تروح؟ تروح ويا السؤال ها؟ هاي هاي توكل 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 توكل. يا الله شكرا محمد ابن مدينة الصدر. إيمان إيمان عمو إيمان إيمان لطيف. ألو ألو السلام عليكم. نعم. أيامكم ألو. سعيدة. ألو ألو عمو أسمعك أسمعك أسمعك. عليكم السلام. أيامكم سعيدة، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وانت بألف خير عمو. اي ايمان منين؟ ويانك كل عام وانت بخير. عساك من عواده. رحم الله والديك. رحم الله. من عواده يعني اصير عود؟ ايمان من لو من عواده. مو من عواده يعني عود، بس من عواده يعني ان شاء الله يعود علينا بالخير. من الكوت. يا هلا باهل الكوت. يا هلا باهل الحي. يا هلا باهل العزيزيه. عوفينا لا تسمعي بس خلى اول مره خلى اعزف هاي المعزوفه وبعدين سولف فانيات. تحيه لاهل العزيزيه، لاهل النعمانيه، لاهل الحي، لاهل الهوره، لاهل الكوت، بعد قولوا لي لاهل اللج، لاهل الصويره ولاهل الكوت كلها. وربي يحفظكم. هسه سمعيني لو لا عمو، النت عندك ضعيف ولذلك راح نقول لك روحي يم الراوتر. شكرا. لا مو شكرا. التلفزيون قاعد. اه هي هنا الطرقة عمو، هنا التلفزيون عمو. يعني يصير شوي الوقت متاخر وراح نضل نصيح الو الو من هنا للصبح. سمعيني من التليفون باباتي. روحي للمطبخ. عوف التلفزيون، روحي للمطبخ. عسى سمعيني، روحي للمطبخ بابا، روحي للمطبخ، روح 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 روح. تا 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 المطبخ 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 للمطبخ. اي بعد 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 شويه بعد شويه المطبخ بعد. يم هذا الجدر يم هذا الجدر. اي هذا الجدر شبيه هذا الشبير. ما مسوي شيء اليوم هالايمان. والله هو ابو الاتصالات ابي تمن. يا الله اي 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 والله عمو بيتمن خير وبركه. عراقيين تعشون تمن، تريقون تمن، تغدون تمن، عصرونيه تمن، تجواعه تمن. ربي يحفظك عمو ايمان. ركزي وياي ايمان لان ترى وجر قلبي على كيفك يا بابات. وسمعيني يلا هسه سمعيني. نبدي نبدا عمو. اي اي سمع. يلا شوفي السؤال الاول. لعبة شعبية عراقية تمارس في شهر رمضان المبارك. المحابس، جر الحبل، الشرطة والحرامي. سهلة والله العظيم سهلة. المحابس صح. عافية إيمان صح 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 صح. صلوات إيمان سمعتنا وسمعناها.
أمونة عمو هاي 50,000 جتتش. تعالي لع السؤال الثاني بعد بيتي. السؤال الثاني يقول من هي المدينة التي تلقب بمدينة الضباب؟ باريس، لندن، موسكو. ها جاوب، هذا جاوب وذاك جاوب وذاك جاوب. مدينة الضباب موسكو. مدينة الثلج يا عم موسكو. ارجعوا شوية ارجعوا شوية. لندن. اهلنا يقول لندن. صح. لندن مدينة الضباب. صار عندك 100,000. جي أمور زين. إيمان 100,000 زينات بهن مسواق يخبل، بس ما راح نعوفك بس ال 100,000. عندنا بعد واحنا نعطيها ما نرجعها. تعاي ويا على المرحلة الثانية. من هو الشاعر الملقب بالمتنبي؟ النابغة الذبياني، أبو فراس، أبو الطي. وهذا مدفون عندكم بالكوت. الخيل والليل والبيداء تعرفوني. والسيف والرمح والقرطاس والقلم. بعد عمك مدفون عندكم كفيلك الله. قصدي أبو الطيب لو اسمه، لو النابغة الذبياني، أبو فراس. عمو عندكم عمو الذبياني مدفون بالجزيرة العربية. بعد عمك عمو قل لي أبو الطيب حتى قلت جتك 100,000. قل لي أبو الطيب حتى قلت جتك 100,000. صح. والدور ومدفون عندكم. الوادي متروح له وسووا مهرجان ذيك المرة، والفرات نقلته والدنيا كي نقلته. يا ايمان تعبتيني. يمكن راح ابطل. يمكن اي والله انقطع نيطي اني والله بالنعماني. اي عم ركزي. بالمناسبة واحد قال نيط هو نياط القلب، يعني واحد يتعب. اي اشكرك الاستاذ المخرج. تبع لي كلمة نياط شنو جمع هذا. ايه مفردها مفرد النياط نيط. قيصر انا اطلع لك هسه بالفاصل. مو صوتك شلون اعطيتك اعطيتك ماجستيراني. بس مو بالعربي ثاري بالش اسمه. اين ابد ايمان اذا ما اعطيت 300,000 ما اعوفها اليوم. اين اخترعت الساعة الشمسية؟ مصر، العراق، اليمن. والله جاي اعطيك 300,000. والله اريد اعطيك 300,000 وحق هاي الليلة. قولي محمد صلاح، قولي فرعون. مصر هي معودة إيمان. صح. يا بدور مو انقطعت نياط قلبه حتى نياط خلاص. مصر صح عمو. صح إيمان عندك 300,000 دينار عراقي. تروحين السؤال المشروع لو تاخذين 300 وتروحين. شوف نجدر تمن هذا يمكن احترق بويا. روح روح ايمان روح. الله وياك. شكرا ايمان. 300,000 ان شاء الله تجيك بالحفظ. شنو فاصل؟ ليش؟ متونح فاصل بسرعه. يبقى فاصل. خطوبة؟ مرة ثانية يا زوجة. بوي رقبتي. حتى مو كل الحكي الحكي. رقبتي مشاهدينا الاعزاء. الحاج هنا عنده خطوبة الزوجة الثانية. خاف الزوجة الأولى ما تدري. بعد. فضحنا بعد. يا راعي الكلفات يوم حلم جيت. يا راعي الكلفات. ما محتاج شي بعد. صفقة العباس. سويت. أهلا عباس. شاي انت وين شيني فش وين؟ السلام عليكم. لا حجي يا زلم بفعاله. من اكثر واحد يصرف ولايم دق نص صباحيات. هاي بيت جدنا والله والنعم. انا زعلان على واحد. ان شاء الله كل عيد انت مبارك، وانا ان شاء الله اذا كنت سامح موجود ان شاء الله ما اقصر وياك. وسامحك. عافية عليك. صفقة لابو محمد.
شناي عمي. هاي عيدية بسيطة مقدمة من قناة الفرات ومن برنامج عيديات. سنة جدول الضرب؟ ايه. والله. بابا شو خزرني؟ بي مو زين بالرياضيات. عم تحوفه. شو احنا بطينا عيديات ولا حطينا عيدية؟ صدق. بعد بعدنا سهم بعدنا شباب صغار شباب مباراة وكل الحكي نحكي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. ملعون مصطفى كبران قام تقدم برامج وانا اقول وينه هالسبيج هذا ثار بالبصره. اي خل يكون شرجيه يكون شرجيه اهل البصره يعرفوها ومتعودين عليها وتطقك يا مصطفى ولك عايف وحدي ورايح البصره يلا جيب لي وياك حلاوه نهر خوز مو تقول ما قلت لي من ابو الخصيب لا موجوده من مكان بالجزائر بالجمهوريه نهر خو انت وعلي علي فرحان تحياتنا لكم وان شاء الله ترجعون بسلامه. يلا عندنا نور الدين. نور الدين هذا قيصر اخوك اسمه نور الدين مو بس لا يطلع اخوك هسه راسه نقطع. السلام عليكم. نور عليكم السلام. هلا بنور الدين حبيب شلونك يا نور؟ كل عام وانت بخير من العايدين ان شاء الله صحة وسلامة للجميع ان شاء الله ويسعد ايامك يا حبيبي ورحم الله والديك ان شاء الله. من العمارة نور الدين؟ اي والله من العمارة. يا بعشية منين من العمارة؟ انا من نفس العمارة. بعد حيلي شو اسم هالمنطقة اللي بيها بالعمارة؟ انا من برمانة. عاد اقول لي من برمانة يا حبيبي هاي منطقة حلوة وشلون تسمية حلوة. تحية لكل اهالي ابو رمانه وتحيه لكل اهلنا ميسان والعماره. ونرجع ونقول ليش سموها ميسان؟ اي اكو واحد يقول يا بنسبه للمياه الاسنه. هي وين اكو مياه اسنه قبل بالهور؟ يعني قابل اكو مجاري مي نظيف، وين اكو مياه اسنه؟ لا هاي تسمى ميسان نسبه للقصب والبردي الذي يميس في الماء يتحرك هالشكل. شلون يقول لك قدك المياس ايش الميال بس سمع ايش سمعتها انا قريتها قصدي قريتها. اما ما المياه الاسنه عفوا هذا اسم العماره. العماره يسموها ام المي والخير وربي يحفظك. نور الدين قول الله يحفظك. ايش تشتغل؟ انا كاسب ما اشتغل. كاسب خوش شغله تشلب بيها لا تعوف اليوم كل يوم كسب ربعك كسب. اي ابوي ابوي دير بالك تعوف شغله زينه. لا والله اي زين هالايام الشغل لو الدنيا حاره؟ لا والله جو حار. جو حار يلا يكون بعون الله يكون بعون كل التشواديد اللي يشتغلون تحت اشعه الشمس. والله العظيم من اشوف شاب يشتغل وعرقان وتعبان اقول ربي يبارك بجهده ويبارك برزقه ويبارك بحيله ورزقه صدق يصير طيب ولذيذ وحلال. ونفس الوقت من عمر بنفس الوقت من اشوف جماعه بالكوفي حاط رجل على رجل ها عيني ويارقل وينتظر وقت الغداء لو وقت العشاء اقول يا ربي يوفقه وهم يوفقه ويحفظه ويهدي لان ماكو اب يجبر ابنه يقول هم حاره بس لازم الابن هو شويه غيرته شويه يعطيها يعني جدحه. ربي يحفظ كل ولدنا وشبابنا. يلا نور الدين. نور الدين عجبتني اول لين من العماره ثانيا لين كاس. الله يحفظك الله يسلمك. ولذلك ما راح اعطيك ولا فلس واقول لك في مال له. لا 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 قصدي يعني لا 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 ربي يحفظك. نور نبدا وياك بالسؤال الاول او السؤال هذا يعني اذا ما جاوبت عليه فمو بس اقطع الاتصال اقطع جيت من الفرات بعد ما اجي فدنا. اي السؤال يقول اقول لك انت يا لاعب تحبه بالمنتخب الوطني. المنتخب الوطني اي يا لاعب تحبه علي جاسم.
عليوي. ايه والله عليوي يقول لك هذا راح يتعاقد مدري ويا نادي اسباني وايطاليا واسبانيا يقولك متكافشين عليه لان كفاءه رياضيه. الله يوفقه ان شاء الله. ما هو لقب المنتخب العراقي لكرة القدم؟ اسود الرافدين، اسود بابل، اسود العراق. والله اجابتين صحيحة، والله اجابتين صحيحات وصح صح 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 اسود الرافدين واسود العراق اجابتين صحيحات. او هاي 50,000 خالي، 50,000 صار عنده. الله يسلمك. السؤال الثاني خبصني المخرج خلاص الوقت. كم تبلغ حرارة جسم الانسان الطبيعي؟ 38 37 40 38 نقصها شوية أبو النور، نقصها درجة. صح 38 ينشمر، ينشمر رسمي، لازم تحطه ببانيو وبيثلج. صح 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 هاي هاي صار عندك 100,000 نور الدين، صار عندك 100,000. تعالي خالي تعالي على السؤال الأول بالمرحلة الأولى، السؤال بالخشنات أو بالخشنات. تعالي يقول واحدة من هذه المعارك أطلق عليها معركة الأحزاب، معركة مؤتة، معركة الخندق، معركة تبوك. هاي جتهم عجة صفرة وشلعت خيامهم وجماعة طفروا، وهنا طبعا كان موقف الإمام علي عليه السلام. ويلي ها مساعدة مساعدة استاذ، مو قلت لك هذا الحفرة وهذا البنو حتى الخيل ما حفرة. خندق صح صح صح، معركة الخندق سميت بمعركة الأحزاب صحيح. هسه ايش قد صار عندنا؟ 200 200 200 ألف. تعالي سوي 300 تعالي. أوه أوه هاي سؤال طبي. أنا وياك أنا وياك. من هو العالم الذي اكتشف البنسلين؟ فيلمينغ، باستير، اديسون. اديسون اكتشف لنا الضوء رحم الله والديه. ايه ها نور قل لي اول واحد ثاني واحد ثالث واحد، اعطيني رقم. ايش ثاني واحد؟ نور الملاج قاعد ما اقدر اقول لك اول واحد، الملاج قاعد ما اقدر اقول لك اول واحد. اول واحد اول واحد صح 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 صح. نور 300,000 دينار عراقي فزت ويانا تجيك ان شاء الله. شكرا لك نور. سد التليفون لا يبطل الملاج. اذا المشاهد الكرام خلصت حلقه هذا اليوم من برنامج اجر رزق باكر وبنفس التوقيت الساعه 9 مساء نلتقي على بركه الله في هذا البرنامج. أيامكم سعيدة مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير. المام لحقي عايد، خلي عايد، جارك صديقك زعلان روح له، روح دق بابه قل له أيامكم سعيدة، تريق يمه وعايدة والعراقيين طيبين بسرعة يرضون. صبحون على خير.